الجنود المجهوله في نادي الزمالك، وبوجه لهم الشكر والف مبروك. تقول ايه النهارده بقى عن فوز الزمالك ببطوله الدوري العالمي؟ الحمد لله رب العالمين، بطوله غاليه طبعا وغايبه عننا بقى لها كتير، وان شاء الله مش هتغيب الفتره دي تاني، وناخد بطولات السنه الجايه ان شاء الله. لعيبتنا رجاله، مجلس اداره محترم ولاعيبه وجهاز فني، والحمد لله رب العالمين. قول لي بقى دوركم ايه مع نادي الزمالك ومع لعيبه نادي الزمالك؟ حضرتك انا رضا دياب مشرف، انا امن الفريق الاول، متواجد مع الفرق في اي حته داخل مصر وخارج مصر، والحمد لله ربنا وفقنا بتعبنا وقدرنا نحقق بطوله، وعقبال بطوله افريقيا وكاس مصر والبطولات الجايه تاني. عايزك بقى تحكي لي بالتفصيل وتقول للناس دوركم بيبقى ايه. انا شايفكم طبعا بنقابلكم دايما في الملاعب وفي التدريبات وبنشوفكم، عايز اعرف نعرف الناس دوركم بيبقى ايه مع الفريق. احنا تمريننا لو الساعه 5 احنا بنيجي الساعه 11 الظهر، بنروح الساعه 9 بالليل، بنيجي بنظبط الاوضه، بنظبط اللبس بتاع التمرين، بنظبط كل المعدات، بننزل المعدات للملعب، بنظبط الكور، بنظبط كل حاجه، وموجود في التمرين برضو مع الاجوان انا واجوجو برضو صاحبي، يعني كل مجموعه في اتنين، عبد الله وابراهيم بيشتغلوا مع اللعيبه، وانا واجوجو بنشتغل مع الاجوان. فولي مسؤول عن اللبس في الاوضه، ميلا طبعا الرئيس بتاعنا، وفي برضو مش عايز انسى اتنين برضو، ابو عزه في اوضه المدربين، ودوبل برضو ربنا يشفيه وعامل عمليه وكده برضو معانا في اوضه اللبس. فالحمد لله كلنا النجاح دوت ما بيجيش من فراغ، كلنا الحمد لله رب العالمين بنحب بعض، بنحب نادي الزمالك. احنا قبل ما نشتغل احنا زملكاويه، يعني بنعشق الكيان ده، نادي الزمالك هو اللي فاتح بيت كل واحد فينا، فاحنا بنحمد ربنا البطوله دي ما جاتش من فراغ. طبعا السيد المستشار ده له دور كبير، طور النادي، يعني الواحد فخور بنادي الزمالك. انا مش قادر اقول لحضرتك كل البطولات اللي كنا بنفقدها، شعري بيقع، سناني كانت متزعل، كل ده متزعل، يعني بقول لحضرتك يعني النهارده كله فرحان. فالحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا كلل مجهودنا فاحمد ربنا رب العالمين، والكابتن اسماعيل يوسف برضه واقف معانا، كابتن حماده مدير الاداري، بنحمد ربنا وببارك لنادي الزمالك والف مبروك، يا رب دايما بطوله الدوري ما تغيبش عننا ابدا ان شاء الله. تعالى بقى نجم، انت دايما واقف على الابواب، وفعلا فولي يعني يمكن ليك دور كبير جدا النهارده، بس النهارده بيتكلل مجهودكم بالحصول على بطوله الدوري العام، بطوله غاليه جدا كانت غايبه عن نادي الزمالك. الحمد لله الفرحه مش قادر اوصف لك الفرحه قد ايه، بس الاول على كابتن مدحت، الفرحه الحمد لله حلوه، ده مجهود سنه، مجهود سنين بصراحه، الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا كلل جهودنا كلها بالفوز بالدوري، والبطوله حلوه والمكسب حلو، يعني في اسباب كتير الحمد لله، احنا جزء منها من الفرحه ديت، او من اسباب الفوز، احنا الحمد لله احنا جزء صغير منها، في مجلس اداره جزء كبير، في اللعيبه جزء كبير، جهاز الاداء. تعرف بقى علاقتك باللاعبين ايه يا فولي؟ انا عارف ان انت كل اللعيبه بتحبك، قول لي علاقتك بيهم سواء دول او اللي مش بحبك احسن. الحمد لله سواء دول او اللي مشوا كلهم اخواتنا، اغلبيه كلهم متربيين معانا، سواء اللي طالعين من النادي طب سواء اللي موجودين من النادي او اللي جم من بره، كلهم نعرفهم من قبل كده، والحمد لله الجيل اللي عندنا الحمد لله ان هو كلهم زملكاويه وبيحبوا النادي، فهي دي حلوه قوي. مفيش تيشيرت ليا بقى فولي بالمناسبه؟ تيشيرت بعد ماتش وادي دجله. الف مبروك يا فولي. بس النادي الفوز ده للمستشار مرتضى اللي هو عمل طفره كبيره قوي في النادي، يعني سواء اللعيبه جاب لنا 17 لعيب السنه دي، خش النادي حاجه تفرح، لا في حاجه شغل كبير الحمد لله. الحمد لله ان ربنا كرمنا وخدنا الدوري العام، احنا كنا مستنيين من ده، والحمد لله اللعيبه كلها بتحب بعضها، وما تفرقش معانا اي مطوشه ولا الكلام ده. ماتش الاهلي ده صفحه واتقفلت، واحنا بطوله الدوري بقى بتاعنا، احنا بنلعب على البطوله، والحمد لله ان الدوري بقى بتاعنا، وبنشكر استاذ مرتضى منصور ان هو جاب اللعيبه، وبنشكر مجلس الاداره والكابتن اسماعيل يوسف، والحمد لله رب العالمين اللعيبه كلها بتحب بعضها، واحنا تيم واحد، وان شاء الله هناخد بطولات على طول، بطوله افريقيا وبطوله الدوري، وهناخد بطولات على طول ان شاء الله. احنا اهم حاجه عندنا البطوله. الحمد لله اول شيء، والله يبارك في حضرتك، ومش انا بس اللي تعبت، كل الناس تعبت. بوجه الشكر مبدئيا لاعضاء مجلس الاداره نادي الزمالك وبرئاسه المستشار مرتضى منصور على المجهود اللي عملوه وبيعملوه في نادي الزمالك، من انشاءات، من دعم للفرقه، من شراء لعيبه، عملوا فرقه تانية الحمد لله. الحمد لله وقدرت تنافس على بطوله وتاخد البطوله، واحنا لسه في بطولتين تاني مشتركين فيهم، وان شاء الله باذن الله هنحصدهم. بشكر الجهاز الفني والاداري والطبي، بشكر زمايلي اللي تعبوا معايا، الاستاف المساعد بتاعي، بشكر الناس كلها اللي تعبت معانا، بشكر اللعيبه الرجاله. طب ميلا بقى عايزين نخش في الحاجات اللي الجماهير نفسها تعرفها، قول لي بقى طباع لعيبه نادي الزمالك داخل غرف الملابس، مين اخفهم دما، مين اللي دايما بيهرج معاك بيضحك معاك، قول لي على الحاجات الكواليس اللي بتحصل. مبدئيا الحمد لله الجيل ده كله محترمين، اهم حاجه متربيين، عارفين ان هم جايين نادي كبير، ما فيهمش نفسيه وحشه، بيتعاملوا معانا كاخوات،
يعني اكثرهم خف الدم طبعا بلا منافس احمد عيد ويعني اللعيب اللي دايما بقى كذا واحد يعني احمد سمير صالح موسى كتير يعني كتير. مين اللعيب اللي لما بتشوفه بتتفائل بوجوده بتعرفه انك هتكسب النهارده؟ والله السنه دي كله